بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أتكلم معاكم النهاردة عن الكنز الضائع. الكنز الضائع ربنا أعطاه لكل واحد تزوج ومن عليه ربنا وإنه يرزقه بأطفال. عندك في بيتك صفحة بيضة، طفل صغير، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر، تقدر تحط كل الأساسيات وكل الأخلاق الطيبة فيه. لكن الكنز اللي نقصه النهاردة هي فاتحة الكتاب اللي الطفل بإذن الله هيصلي بيها عمره كله. طفلك اللي هيحفظه الفاتحة هياخد أجر صلاته طول عمره، أجر الصلاة طول حياته بإذن الله. يعني كل ما يقف يصلي ويقرأ الفاتحة، وعلى فكرة الفاتحة بدونها لا تجوز الصلاة، يعني اللي ينسى الفاتحة لازم يعيد الصلاة من أول وجديد. فإزاي أنا أسمح لطفل يفضل لحد سن 4 سنين و3 سنين يروح الحضانة، لما يجيني أنا الحضانة وربنا يمن عليا بطفل مش حافظ الفاتحه؟ يعني انا يعني ببقى سعيده في نفس الوقت اللي ببقى مستغربه ازاي الاب والام سابوه يجوني مش حافظ الفاتحه. انا هحفظه الفاتحه وربنا هيمن عليا بجزء من ثواب صلاته طول عمره. طب وليه؟ ليه انا يبقى معايا الطفل في البيت؟ ممكن احط فيه اساسيات كتير جدا، كل شيء انت هتؤجر عليه حتى لما ربنا يكرمك ويتم. مثلا لو انت حفظت القرآن كله، احنا بنتكلم النهارده عن الفاتحة فقط، لكن في حالة حفظ القرآن كاملا ربنا بيكرمك يوم القيامة، والأب والأم بيلبسوا تاج الكرامة. أتمنى ان احنا كلنا نحافظ على الكنز اللي احنا بنضيعه، اي حد ربنا يمن عليه بالزواج. ربنا يعطي الجميع يا رب، يقوم قبل ما اول ما الطفل ينطق يحفظ الفاتحه، فاتحه الكتاب. معكم الاستاذه ام هاشم محافظه القران الكريم.